السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مثل ما وعدناكم في فيديو سابق احنا علمناكم طريقة عمل اللي هي عجة القرع او عجة اليقطين الاخضر البامبكن اومليت بخطوة جدا سهلة وبسيطة. اليوم راح نعمل لكم مفركة القرع او اليقطين الاخضر مع البيض والكزبرة والبصل والفلفل الحار. طبعا قبل ما نتعلم طريقة عمل مفركة القرع او اليقطين الاخضر بالبيض والكزبرة والفلفل الحار، بتمنى من الجميع عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نقدر نوصل لكم كل فيديو جديد في القناة. خلينا الآن نروح نشوف كيف بدنا نحضر مفركة القرع أو اليقطين الأخضر مع البيض والكزبرة والفلفل الحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعمل مفركة القرع بالكزبرة والبيض والبصل والفلفل الحار، في عنا ثلاث حبات قرع أخضر أو يقطين أخضر، في عنا رأس بصل فرمناه ناعم، في عنا حبتين فلفل حار حسب الرغبة، ممكن نخفف الحار أو نزيده حسب رغبتنا إحنا، وفي عنا خمس بيضات لعمل مفركة، في عنا ثلاث ملاعق صغار من كزبرة وفلفل أسود وملح، في عندنا باقة من أوراق الكزبرة الطازجة. والآن راح نشوف كيف بدنا نحضر، وطبعا بالإضافة لزيت الزيتون البلدي. بداية احنا بنقشر حبات القرع، طبعا بتقشر وتقحيط بالسكين أو بالقشارة بحيث تتخلص من القشر الخارجية اللي هي بتكون يعني بتعطي طعم مر. حتى نتخلص من المرار بنقحط اللي هي القشر الخارجية لحبات القرع الأخضر أو اليقطين الأخضر. طبعا ممكن نضيف اللحم المفروم لمفركة القرع بتطلع طيبة جدا. الآن بعد ما قشرنا حبات القرع جهزناهم راح نفرمهم. طبعا الفرم لازم يكون مش صغير كثير، مش ناعم ومش خشن، يعني حجم وسط، مكعبات صغيرة كما نلاحظ. طبعا مفركة القرع مع الكزبرة والفلفل الحار والبيض طيبة جدا. الآن بعد ما فرمنا حبات القرع أو اليقطين الأخضر، الآن راح نشوف كيف بدنا نطبق المفركة. بداية هنا بنسخن المقلاة على النار بحيث تسخن تماما، وبنضيف لها زيت الزيتون. وبنضيف البصل، بنقلب البصل مع زيت الزيتون على النار مع الفلفل الحار، طبعا احنا حكينا الفلفل الحار حسب الرغبة. وبنقلبه حتى يذبل البصل ويذبل الفلفل الحار تماما. الآن بعد ما ذبلنا الفلفل الحار بنضيف اللي هي حبات القرع اللي قطعناهم، وبنقلبهم مع البصل والفلفل الحار على النار، وبنضيف رشة الملح، رشة فلفل أسود، ورشة كزبرة بودرة ناعمة. الآن بنقلب الجميع على النار، وبنترك القرع على النار حتى انه يتذبل وينضج. هنا بنضيف رشة ملح ورشة فلفل للخمس بيضات اللي راح نضيفهم للمفركة، وبنخلطهم مع بعض، بنخفقهم بالملعقة جيد بحيث انه يتجانس الخليط مع بعضه. هون نلاحظ انه تذبلت المكونات المفركة. اهم شيء انه تنضج حبات القرع مزبوط تماما، تصبح طرية قبل ما نضيف البيض، تكون حبات القرع ناضجة. الآن هيك بعد ما يقارب العشر دقائق على تقليب القرع مع البصل والزيت والبهارات أصبح جاهز. الآن بنضيف البيض اللي خفقناه لمكونات المفركة، مثل ما حكينا ممكن نضيف اللحم المفرومة. الآن بنضيف نص باقة الكزبرة المفرومة، وبنخلي النص الآخر حتى نرشه على وجه الطبق، وبنقلب البيض مع القرع مع الكزبرة على النار، بنستمر بتقليبه مع التحريك حتى نحصل على
مفركة القرع الأخضر أو اليقطين الأخضر مع البيض والكزبرة، هيك بكون الطبق تقريبا شبه جاهز. طبعا بنستمر بالتحريك حتى ينضج البيض. الآن هيك البيض نضج ومكونات الطبق أصبحت ناضجة كامل. الآن بنسكب الطبق في اللي هو مفركة القرع بالطبق التقديم، وراح نزينها برشة من أوراق الكزبرة الطازجة. وهيك بكون الطبق تبعنا اللي هو مفركة القرع الأخضر مع الكزبرة والفلفل الحار مع البيض أصبحت جاهزة. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.